ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية من تل أبيب. دانا، بعد التحية، يعني على ما يبدو بأن هناك ضغط واضح من قبل أهالي المحتجزين من ناحية، وأيضا المعارضة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مطالبة عوائل المحتجزين الهسدروت بمزيد من الإضرابات. إذن ما هي التفاصيل لديك؟ بالفعل دام التعويل الأكبر على تظاهرات الليلة، وخاصة بعد دعوات منتدى عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بأن تكون تظاهرة السبت شبيهة في التظاهرة التي كانت يوم الأحد، والتي شارك فيها ما يزيد على 300 ألف متظاهر ومحتج، والذي عقبها إعلان الهستدروت الإضراب الشامل الذي شل كل مناحي الحياة في الداخل الإسرائيلي. كنا نتحدث عن أسبوع طويل من سلسلة الاحتجاجات وازدياد اتساع رقعة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي، وخاصة بعد تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة التي أبدى فيها تزمته لعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. ولربما هذا التزمت وتموضع جيش الاحتلال أشعل الشارع الإسرائيلي من جديد. نحن نتواجد الآن أمام مقر الكرياء، وهي التي تضم وزارة الأمن، الدفاع، وأركان جيش الاحتلال الإسرائيلية. عادة ما تكون هنا الاجتماعات، هنا المشاورات الأمنية، وهنا أيضا يوجد ما يسمى الحفرة، وهي غرفة تحت الأرض يجتمع فيها بنيامين نتنياهو مع كبار الساسة والأجهزة الأمنية. عادة تكون التظاهرات قبالة هذا المكان وفي هذا الشارع الذي نتواجد فيه، ولكن في الديانة اليهودية حتى اللحظة لم يخرج يوم السبت. بعد أقل من ساعة ستمتلئ هذه الشوارع في المتظاهرين. لاحظنا وجود مكثف وتعزيزات شرطية لشرطة الاحتلال، ووضع السواتر الحديدية في مختلف الشوارع والمفارق والطرق الرئيسية، وهذا يعني بأن شرطة الاحتلال تتجهز لأن يكون اليوم يوم حاشد شبيه في الأيام السابقة. وكذلك الشاحنات بالوزن الثقيل تأتي إلى هنا لوضعها بطريقة عرضية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى شارع أيلون وإغلاقها، خوفا من وجود أي مواجهات أو اشتباكات. هذا أيضا ليس فقط مقتصر على دعوات عوائل المحتجزين، بل نتحدث عن المعارضة الإسرائيلية. يائير لبيد صبيحة هذا اليوم قال بأنه يجب إنهاء الحرب، يجب المضي قدما في إتمام الصفقة وتغيير وإنهاء هذه الحكومة الإسرائيلية. قبل قليل كان له تغريدة أخرى قال فيها بشكل مقتضب: ارجعوهم جميعا إلى أهليهم، ويقصد بذلك المحتجزين، ووضع علامة الساعة الثامنة مساء. هل هذا يعني بأنه سيشارك أو سيكون له كلمة في هذه التظاهرات اليوم في تمام الساعة الثامنة أو لا؟ التفاصيل ما زالت غير واضحة. أيضا تزامن هذا مع انتقاد من قبل رئيس الهستدروت. نعم هذا ما أود الحديث عنه بشكل مفصل فيما يتعلق بالهستدروت، وكنت قد تحدثت سابقا بأن انضمام الهستدروت يعني الكثير بالنسبة للداخل الإسرائيلي. هل من المتوقع أن يكون هناك إضرابات أخرى ربما من قبل نقابة العمال الإسرائيلية؟ لربما الرسائل التي أرسلها رئيس الهستدروت اتحاد نقابة العمال الإسرائيليين اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي وإلى الحكومة الإسرائيلية نستطيع قراءتها في سياق زمني، وكأنها رسائل تحذيرية إنذارية كالإضراب الذي كان يوم الاثنين، والذي شبه إسرائيليا أو أطلق عليه اسم الإضراب الإنذاري أو الإضراب التحذيري، وخاصة أن كان هنالك مجموعة من المتظاهرين يتظاهرون أمام منزل رئيس الهستدروت للضغط عليه مجددا لإعلان إضراب شامل أوسع، أي أن يضم نقابات واتحادات مختلفة، ولربما لا يكون لساعات محددة، لأيام طويلة. الهستدروت عندما دخل في الإضراب وأعلن الإضراب فيما يسمى بإصلاح النظام القضائي حينها، كان هنالك تغيير في موقف الحكومة الإسرائيلية، كان هنالك ضغط على نتنياهو، والذي في نهاية المطاف قام بإرجاء أو تأجيل ما يسمى إصلاح النظام القضائي، والتي حينها قام بإقالة وزير الدفاع الأمني أف جالنت. لذلك هنالك تعويل كبير على الهستدروت لما يمثله من ثقل سياسي، والذي يوصف أيضا إسرائيليا بأنه دولة داخل دولة، أي أن الهستدروت يمكن الضغط على الحكومة الإسرائيلية إذا ما دخل في إضرابات جديدة أن يكون هنالك تراجع من الحكومة الإسرائيلية عن مواقفها. لذلك اليوم الرسائل التي أطلقت من رئيس الهستدروت وكأنه يريد القول بنيامين نتنياهو، إذا لم يكن هنالك تغيير في المواقف السياسية الحكومية لربما يضطر الهستدروت إلى إعلان الإضراب.
الاضطراب الشامل. نعم تأكيد سنتابع معك كل جديد دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا على كل هذه التفاصيل.